حييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في من 15 سنة مثل هالوقت. خبر اغتيال الرئيس رفيق الحريري سقط كالصاعقة على اللبنانيين وعلى العالم. نحن أكيد اليوم ننحني أمام كل شهداء الوطن ومنقول دايما ما حدا أكبر من بلده، وهذا اللي كان يقوله الرئيس الشهيد. بحلقتنا لليوم رح نضوي على موضوع بهم اللبنانيين، لأنه اللبناني من أيام الفينيقيين بحب السفر، فكيف نجي بيوم من الأيام نقول له بال2020 بدك تقطر السفر، بدنا نشوفك بدك تكون بالقطارة سفرك، وهيدا الشيء ما بينعكس إطلاقا على لبنان وعلى اللبنانيين إلا سلبا، لأنه لبنان وجهة سياحية. كنا وصلنا من 10 سنوات لليوم إلى أعداد لا بأس بها، اليوم نرجعنا عم نتراجع بفعل الأزمة. بصيرني كتير استضيف رئيس نقابة أصحاب وكالات مكاتب ووكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. من 10 سنين كنا مكان، اليوم صرنا مكان آخر. طبعا الأزمة قدي يعني أثرت على هذا القطاع بديكادانس، بتراجع مستميت إذا بدك. نعم، يعني إذا بدي أحكي لك عن وضع القطاع بالوقت الحاضر، تراجع سوق المبيعات بقطاع وكالات السياحة والسفر، الحجم تراجع بحدود 45 و50%، هيدا كسوق مبيعات انعكس على عرض وطلب بمطار بيروت. نعم، يعني الشركة الطيران اللي كان عندها 2000 كرسي بالنهار، كان في عندنا شركات يعرضوا 2000 كرسي بالسوق بالنهار، الشركة اللي عندها 2000 كرسي بالسوق صار عندها كمان تراجعت، صار عندها 1000 كرسي أو أقل من 1000 كرسي. الشركة اللي كان عندها طيارتين بالنهار، 3 طيارات بالنهار، تراجعت لطيارة. الشركة اللي كان عندها 21 طيارة بالجمعة، أنا بعرف شركات تراجعت ل3 رحلات بالجمعة. انعكس على سوق المبيعات وتراجع بالعرض والطلب بين شركات الطيران، يعني الملاءه بالشركات اللي عم تجي على مطار بيروت ما بتتعدى ال 35%، ما بينما انا بعرف انه اذا ما كانت نسبه الملاءه اللي بيقولوا لها اللود فاكتور، اذا ما كانت نسبه الملاءه فوق ال 65 معناتها هيدي رحله فيها خساره، فيها فاشله. على هالسبب صار في تراجع بسوق المبيعات وصار في تراجع بالعرض والطلب، خصوصا انه مكاتب السفر والسياحه يعني المواطن بيتوجه لعندهم اجمالا، ما بيروح على شركات الطيران، لانه انتم مخولين تقدموا كل الخدمات، يعني من التيكت ان كانت على مستوى شخصي او رجال اعمال او مجموعات سياحيه. قديش اليوم في منافسه ما كانت موجوده صارت اليوم؟ يعني الوضع المستجد خلق منافسة بين شركة، نحن وشركات طيران في شراكة، يعني نحن منشكل 90% من مبيعات شركات طيران بالسوق اللبناني اليوم. الوضع الاقتصادي المتدني والتعامل وطريقة التعامل مع البنوك ووجود سعرين لصرف الدولار، سوق رسمي وسوق كذا، يعني خلقت شرخ بين هالشراكة، عرفتي كيف؟ لانه نحن السوق هو كحجم تراجع 45%، بس سوق مبيعاتنا بقلب مكاتبنا تراجع بحدود ال 85%، يعني في فرق عندك 35-40% توجهوا مباشره لشركات الطيران، يعني صاروا يروحوا يشتروا تذاكر من شركات الطيران. بس نحن حتى نوضح للمشاهدين ليه عم بيروحوا عن شركات الطيران مش عندكم. نحن كمكاتب سياحه وسفر تابعين لقوانين منظمة الطيران الدولي اللي هي بتحاسبنا بالدولار. كنا قلنا يعني فترة طويلة بنتعامل بهالشكل، هذا ما كان في فرق بتسعير الدولار، بقى نحن مجبورين ندفع للأياتا بالدولار، مما يعني جبرنا انه ما نقبض الا بالدولار، لانه فرق بين دولار السوق ودولار الرسمي في فرق 40%. بس انتم مش لازمينكم بالدولار الرسمي، مضطرين على دولار السوق، هون السؤال. اويت بعدين هون الديليما، هون المشكله الحقيقيه. يعني وزاره الاقتصاد بتجي لعنا بتقول لنا لازم تبيعوا باللبناني وعلى السعر الرسمي. نعم. ما بينما الزبون تحول من عنا لعند شركات الطيران اللي هن عم بيبيعوه بالسعر الرسمي. نعم.
الحقيقة شكلت علينا خسارة مميتة، يعني معظم شركات السياحة والسفر طلعوا نسبة كبيرة من الموظفين، صاروا نص دوام، صاروا نص معاش، تركوا مكاتب، يعني المؤسسات كلها عم تنهار يوم بعد يوم. والتزاماتكم تجاه اياتا؟ التزاماتنا تجاه اياتا ما زالت بالدولار، مجبورين انه نحن ناخذ دولار لهالسبب. يعني خلقت لنا مشكله مع شركات الطيران، هن ببيعوا باللبناني ونحن بنبيع بالدولار، صار في جاب طويل عريض بالتسعير. بالفعل نحن وقلنا وعملنا عده محاولات لتقييم هالامور نحن وياهم، لحديت هلا كان في مطبات كثير وكان في عوائق كثير، ما قدرنا وصلنا لنتيجه. مؤخرا صار في تواصل اكثر واجتماعات مكثفه اكثر، يعني بينكم وبين شركات الطيران وشركه الميدل ايست معكم يا ملا؟ بين شركات الطيران ككل، ما هي شركات الطيران في عندهم بار، في عندهم نعم. مجموعه بتمثلهم نعم. نحن والبار، نحن ومجموعه شركات الطيران الحقيقة لقينا مشاكل وصعوبة، كمان لأنه الحق يقال، يعني لأنه هن كمان ما فيهم يبيعوا بمكاتبهم إلا بالوقت تجي وزارة الاقتصاد لعندهم، المفروض أنه يبيعوا اللبناني. تواجهنا نحن وياهم بعدة مراحل، بس بعتقد أنه قريبا يعني بهاليومين، اليوم أو بكرة أو بعد بكرة ماكسيموم التنين، بعتقد وجدنا حلول لهالقصة، تفهمونا رح نرجع السعر يتوحد. بس الحقيقة يعني بتمنى أنه يمشي هالحال، بس عندنا شعور أنه أكيد رح يصير في توجيه، يعني إذا توحد بترجع بتنتظم إلى حد ما العملية، ما بعد فيها البلبلة، وبتخفف شوي يمكن على المسافر، ترجع بتعطينا شوية نفس شوية نفس يعني. لأنه اليوم لما الواحد عم يقصد شركة سياحة وسفر، لأنه عم بيروح على باكج معين، على في خدمات، يعني ما بعرف إذا الشركات هي بتعمل خدمات كمان. طبعا نحن همزه الوصل، نحن البايونير، يعني نعم. نحن بنعمل الباكج من نعم. التيكت لباكج لاسعار باكج لاوتيلات لترانسفير، كل هالامور نحن اللي بنعمل وي بيلدت، يعني بتهندسوها بنهندسها والله. بقى كمان هيدي اثرت علينا، لانه بالباكج في عندك حدا مسافر بدك تقدمي له خدمات برا، يعني باوروبا، بالخليج، بمصر، وين يعني ما كان، يعني ما بيوصل يعني من التاكسي المطار. كمان واجهتنا مشكله الخدمات اللي عم نقدمها برا حقها نعم. مصاري، والمفروض انه نحن ندفعهم للخدمات في عندنا مشكله التحويل كمان، يعني يعني الضربات جايه علينا محليا وخارجيا، مثل ما اذا فينا بس عبود ذكرت انه بهاليومين، يوم بكره الاثنين على ابعد تقدير، رح يكون في حل الى حد ما بيرجع النفس، اذا بدول الاكسجين. اكسجين قديش بيخدم المسافر اللبناني اليوم صار يعني ما عم يعرف شو بده يعمل؟ نحن هلا خليني صورك اياه كونكريت لوضعنا حتى الناس هيك. نحن بانتنسيف كير بنصير يعني عندنا مشكل صحي بعدين، يعني بننزل على الاوضه وبنبطل يعني بالعنايه الفايقه. يعني الوضع منه صحي، لانه في مطبات كثير قدامنا وفي مسيره طويله، يعني بهال في مسيره اقتصاد وطني صحيح. اللي هو كمان عم ينعكس، حتى نقول الحقيقه هو عم ينعكس على كل القطاعات، بس نحن انا برايي انه نحن متاثرين اكثر شيء، وهذا قطاع مع احترامي لكل القطاعات، اكيد قطاعات بوتنسيال ومفيده للبلد، كان القطاع الزراعي او القطاع الصناعي، بس القطاع السياحي هو من اهم القطاعات، يعني لانه اللي هو وجهه اللي البلد، يلي هو وجهه بده البلد، هو حضاره البلد صحيح. هو ثقافه البلد نعم. هو اللي بفوت عمله صعبه على البلد، يعني هذا قطاع انا برايي لازم يعطوا له اولويات. اليوم مين عم بيزور لبنان؟ عم يجي سياح، عم يجي مغتربين، يعني بالمناسبات عملوا تحدي المغتربين بالقطاره، بيقولوا بالعربي الدارج بالقطاره، يعني عم يجينا امبارح مثلا وصل وفد مصري 50 راكب، بس انه كل يعني كل هالتحركات هيدي ما بتوفي بالغرض، يعني صحيح. في مصاريف وفي التزامات وفي يعني في عنا مشكل، وان شاء الله انه نقدر نتخلص منه، بس انا برايي في مطبات كثير، بقدر ما بتكون الوضع بوضع الاقتصاد الحالي، بقدر ما بيكون في عنا مشاكل. بعد الفاصل رح نحكي شوي بهالمطبات كمان، فاصل وقت.
هاي العيلتين عايشين نفس التجربة الرائعة بنفس الأوتيل، بس هاي العيلة دفعت $120 بالليلة للأوتيل مع الفطور، مش بطال. وهاي العيلة دفعت $95 بالليلة مع الفطور بنفس الأوتيل. كيف؟ مع تريفاغو طبعاً. تريفاغو بيقارن أسعار مئات الأوتيلات من مواقع الحجز الإلكترونية بالعالم ليعطيك سعر أفضل لنفس الأوتيل. أوتيل تريفاغو. Just one night, madam? That's right. Mm-hmm. And with your gold card discount, that will be $120 for the night, please. Four-star hotel with a pool for this price. Not bad. $95 for the night, please. Wait, what? Well, if you use Trivago, Trivago will compare prices from hundreds of websites worldwide, making it simple to find a great deal on your hotel. Give it a go. Hotel Trivago. بلاها ايها المشاهدون الاعزاء. عباس هاي الزقفه لك، شو عم تحيي الجمهور انت وفايق؟ هيدي المقدمه شيلوا لي اياهم. نعم شو بسمه؟ عيب هالحكي يا شادي. وضيوف هالحلقه الخاصه بفالنتاين نجوم مسلسل مفيه، معتصم النهار وفاليري ابو شعره، ليليان نمري وجو تراد، بالاضافه لمفاجات عديده. بيت الكل مع عادل كرم 10 الا ثلث المساء مباشره على الام تي في. اللائحة السوداء مع رياض طو، الاثنين 11 الى 3 المساء على الام تي في. متابع الحل عنا مع رئيس نقابة مكاتب، نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود. طبعا نحن اليوم وضعنا إيدنا على الجرح، قلنا شو هي المشاكل، قلنا في حل ممكن تعلنوا عنه بهاليومين إن شاء الله. نحن بلد إذا كنا بنرجع للخريطة السياحية، اليوم صار عنا حكومة، قديش هذه الحكومة وقدي الوزير الدكتور رمزي مشرفية قادر اليوم معكم انتم نرجع نستعيد الى حد ما هذا الدور السياحي بهالازمه الماليه؟ شفتوه للوزير الجديد؟ حكيتوا معه؟ التقيتوا فيه؟ الحقيقه اتصلنا، صار في لقاء هيك قصير جدا، وبس رجعنا تواصلنا، او بالاحرى هو الحق يقال الحق هو تواصل فينا. بعتقد انه تواصل مع كل القطاعات السياحيه، مش بس مع نقابتنا، مع كل النقابات، طالب انه شو الهواجس وشو المشاريع وشو في يعمل. بعتقد انه نحن كنقابة وكل النقابات عم بتحضر له هالمشروع. نحن عندنا مشاريع كثير مقدمينها لوزارة السياحة سابقا، يعني سابقا مع عدة وزراء متعاقبين يعني. بس الحقيقة انه السيمز انه وزيرنا جديد براغماتيك وافكتيف، يعني بادر برسالة، بادر برسالة، وهذا
بعتقد ان شاء الله بنتامل خير بس يعني بس عطول بنتامل خير يعني وبيكون ايدنا على قلبنا لانه ما عمنا ولا يوم من 10 سنين لحديت هلا اقترحنا شيء او تمنينا شيء او خططنا شيء وصلنا لهذا لانه كان في تحديات كبيره وبعدها التحديات اللي حكيت عنها يعني هلا مطبات يعني ما بتعلق بس انه انتم يعني كمان ملزمين التزاماتكم مع الاياطه يعني اليوم عم تضغط عليكم بالاموال بالعمله الصعبه ولا اخذ بعين الاعتبار في أكيد. تفاوض الاياطه عملتها وورلد وايد هي بالدولار هلا في بلاد بتكون بالدولار وبالعمله المحليه بس بهالبلاد بده يكون في استقرار بسعر الصرف نحن هلا بيكون في هالجاب بسعر الصرف اكيد الاياطه ما يعني ما فيها تمشي الا بالدولار ولهالسبب كان عنا استجد هالمشكل معنا من 3 اشهر لحديت هلا وبالنسبه للمسافر اليوم اذا كمان اليوم كل المسافرين عم بيتكلوا على الماستر كارد او الكريديت كارد طيب اليوم اذا عم بيحددوا لهم قد ايه بدكم تصرفوا يعني, يعني كمان هيدي من عبر شاشتك مثل ما قلت انه هيدا قطاع مهم قطاع مفيد قطاع جوهري للبلد وعنده كل الامكانات ولقدرات البلد المفروض انه يكون في نحن عنا بطريقه ما مع البنك المركزي مع الدوله بقرار بمرسوم انه يكون نحن شوي مميزين عن غير قطاعات لفت انه نحن بنتعامل بكل شيء بالدولار يعني التيكت هي بتمثل 10% من باكج نعم. يعني اذا الواحد اذا التيكت حقه 300 دولار مزبون بدنا نقدم له خدمات برا باوتيلات وبترانسفير وبسيتي سايت سينج وما بعرف شو ما بده يحط 4-5000 برا يعني التيكت مش هي المشكل يعني اذا بنوصل لحل مع الاياطا او تشريع معين بيطلع من الحكومه الجديده اللي هي نتامل لها انه اكيد المهمات صعبه بس بنتامل انه يكون في عندها لا ما في لبنان ينعزل عن العالم ولا في كمان ما يكون وجهه كمان سياحيه مثل ما قلت سابقا انه السياحه هي البريد والبتر مثل ما بيقولوا كانت تشكل 20 و21% يعني هذا المطلب الملح اكثر من غيره اليوم تطلبوه من الحكومه يعني انا بشوف عده قطاعات عم بيطلع يطالبوا نعم. بالاعلام وعند المسؤولين انتوا هلا رح تطلعوا بهواجسكم الصناعيين راحوا قابلوا رئيس حكي. الحكومه ونحن انه بيتمنى يكون في لنا هالقطاع اللي هو بنعتبره اذا ما بدنا نقول احسن يا اخي مثل غير قطاعات نعم. منتجه بهالبلد انه خلي يكون لنا شيء مميز لحتى نقدر نستمر بالتعامل بيننا وبين الاياطا وبالتعامل بيننا وبين السبلاير اللي بندفع لهم برا يعني صار في 3 اشياء اساسيه هي بين بعضكم كمكاتب سفر كشركات وك يعني يكون في اليه محدده موعودين فيها بهاليومين بحل ان شاء الله ان شاء الله الاياطه كمان بدها تاخذ بعين الاعتبار ما بعرف مين بده يعمل مفاوضات حتى تقبل الاياطه مشكلتها مش معنا الحقيقه مش معنا. الاياطه مشكلتها بعتقد انه ان شاء الله ما نوصل لهالمرحله هيدي بعتقد انه نحن بندفع للاياطا ببنك معين هون اسمه السيتي بنك اوكي ندفع لكل شركات الطيران في في شيء اسمه بي اس بي اللي هو المقاصه اللي هو الكليرنج هاوس تبع شركات الطيران نحن بندفع لهالمؤسسه هيدي اللي اسمها بي اس بي سعر مبيعاتنا على جميع شركات الطيران نعم. هلا هو بس نحطه هون بالسيتي بنك هي بتوزع لشركات الطيران اللي هي معظمها شركات اجنبيه يعني نعم. بدها تحولهم لبرا بعتقد انه في مشكل هلا بالتحويل مع شركات الطيران وهيدا ما يهدد استمرارية الشركات الأجنبية بالبلد هيدا المتخوفين منه لازم المسؤولين يوعوا له يعني نحن لحد اليوم في بحدود 55 أو 60 شركة بتجي على مطار بيروت شركات دولية هيدي بتعطي اكسبوجر للبلد هيدي بتعطي ثقة بالبلد بقى إذا وصلنا لمرحلة إنه ما يقدر يتحول لهم مصاري المفروض المسؤولين ياخدوها بعين الاعتبار لأنه وجود شركات أجنبية هي ضمانة وهي رسمال وهي استثمار للبلد أكيد لأنه كمان لقدرنا نستقطب كل هالشركات هيدي ما أخذت هيك ما كانت بكبسة زر طبعا. يعني أخذت جهود كتيرة واتصالات ما بدنا نجي نمحيها نحن اليوم ليكي معظم الشركات يعني سبب وجودها بالاساس يعني السبب الاول هو تجاري أكيد. يعني شركات طيران مش بلاش. شركات بتبغى الربح صحيح بس في عده شركات او بعض الشركات الكبار حتى في لهم وجود تجاري
وجود سياسي نعم. وجود اكسبوجر يعني في علاقات دولية وفي علاقات كذا نعم. نتمنى انه هيدي قصة الدولار وتحويل الدولار ما يوصلنا انه نخسر كل هالمكاسب اللي عم نجيبها من وراء شركات اجنبية. وان شاء الله يعني احنا كنا بنتمنى على مدار السنة احنا قادرين نعمل سياحة وكنا عم نشغل عليها كتير. ان شاء الله هلأ عنا امامنا رمضان عنا امامنا يعني نتأمل بس ان شاء الله انه يكون في على يعني مستوى لحديت هلا الحجوزات والسيستم والمؤشرات اللي موجوده نعم. عندنا ما بتبشر ما بتبشر بالخير لسوء الحظ يعني فبنتمنى على هالبلد انه تستمر بنتمنى على الاقتصاد يرجع ينعش ويزدهر لانه كل القطاعات هي بذات كلها سلسلة يعني مترابطة يعني أكيد بس كلها بتصب بإنعاش البلد. إن شاء الله هالحكومة جديدة يكون نعم. في عندها حلول. بعرف أنه الأمور صعبة بس تستثني كم قطاع منتج بهالبلد وتلاقي لهم حلول حتى لو حلول آنية ومش كاملة يعني بارشلي ما إن شاء الله نحن حبينا اليوم بالحال عنا نضوي على هذا القطاع لأنه كتير بهم اللبنانيين. وأنا بحب أختم معك إذا بتحب باليوم سان فالنتين حتى أقول نحن منحبكم كلكم. وأنا كمان حطوا لنا الصورة. بقى لبنان بقلوبنا أكيد وموعدنا بجد نهار الاثنين دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء مسيو عبود. شكرا لحضورك معنا. شكرا لك. شكرا لاستضافتك. ميرسي.